وينضم الينا من بريطانيا من لندن اسامه الروحاني نائب المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات. اهلا بك استاذ اسامه. اهلا بك اخي العزيز والمشاركين الاكارم. هل هذه الحوارات التي تتم عبر قنوات خلفيه كما فهم من حديث وزير الخارجيه السعودي يمكن ان تثمر عن شيء؟ انا اعتقد مهم جدا ان نقرا التصريح الذي ادلى به الامير فيصل بن فرحان ونرى ما هو محتوى هذا التصريح. احنا اذا راينا الى ما هو هذا ما هو سبب هذا التصريح وايضا ما هو سبب المحادثات الخلفيه او الحوارات الخلفيه او المفاوضات الخلفيه تجري بين الحوثيين والسعوديه، نرى ان اعتقد في تصوري ان السعوديه ادركت ان علاقه الحوثيين بايران تتعزز كل يوم تطول فيه الحرب، وعليه وجب اضعاف هذه النوع من العلاقه. ولكن ايضا هناك عامل اخر، وهو ان السعوديه من وجهه نظري ترى ان اي اتفاق سلام لا يمكن ان يحدث ان لم يسبقه اتفاق مباشر مع الحوثيين ما بين السعوديه وما بين الحوثيين، حيث ان الحوثيين الان في موقف قوي جدا. وانا اتوقع حتى اذا وصل اتفاق مباشر ما بين السعوديه والحوثيين، لا نستبعد ايضا ان يكون الحوثي هو حليف السعوديه الاقوى داخل اليمن. ولكن دعنا لا نتحدث عن المستقبل ونرى ما الذي ستفضي عن هذه المفاوضات. فيما يخص المعارك الجارية، وصراحة إسقاط الطائرة أعتقد يجب التفريق بين شيئين. أولا، لا يمكن إيقاف أي مفاوضات معينة بسبب حدث معين في خط التبعث أو في ما يسمى بالعمليات العسكرية أو العمليات العسكرية الجارية. وهذا يعود لماذا تريد السعودية من اليمن، أو ماذا تريد السعودية من المفاوضات مع الحوثيين. وهنا نرى أن المباحثات ما بين الطرفين ليست حول المعارك القائمة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا، وإنما حول ما تسعى السعودية لتحقيقه من تأمين حدودها الجنوبية، توقف الحوثيين عن استهداف المنشآت السعودية بالصواريخ، وأهم من ذلك كما أشرت سابقا هو أن تتغير العلاقة ما بين الحوثيين وإيران من علاقة تبعية إلى علاقة رسمية بين طرف وآخر. النظر إلى العمليات العسكرية الجارية الآن، بالفعل هي ما دام المفاوضات قائمة لا يمكن أن تتوقف أو أن توقف أي مفاوضات إذا لم يوجد هناك اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. غير ذلك المعارك دائما في أي مفاوضات تجري وتستمر، وأعتقد ما أدى به الأمير فيصل واضح جدا أن العلاقات أو أن هذا الإسقاط للطائرة لن يؤثر على المفاوضات ما بينهم، وذلك مجددا لأن المفاوضات ليست لها علاقة بالسلام الكلي لليمن، ليس لها علاقة ما بين المعركة الجارية ما بين الحوثيين وطرف الشرعية، وإنما بين ما الذي تريده السعودية من الحوثيين وأيضا ما الذي يريده الحوثيين من السعودية. لم نشهد خلال الفترة الماضية أي ضربات سعودية على الأقل على الأردن، وأعتقد ذلك في إطار التفاهمات الموجودة. لم نشهد أيضا أي ضربات بالصواريخ من الحوثيين تجاه العمق السعودي في الفترة الماضية، وأيضا نتحدث عن توقف أو تخف هناك أو التوترات على الحدود السعودية خفت بشكل كبير جدا، وهذا ما تسعى السعودية لتحقيقه في الفترة القادمة. إذا أردنا أيضا الحديث عن ما علاقة ذلك بعملية السلام، ما علاقة ذلك بجهود مارتن جريفيث، فهذا أعتقد مهم جدا. إذا كانت السعودية تؤمن فعلا أن الاتفاق مع الحوثيين هو شرط مسبق لأي اتفاقية سلام، فهذا يعني أن إذا تم التوصل إلى ذلك الاتفاق بمعنى أن أول مراحل السلام بدأت بالتحرك إلى الأمام، وسيأتي المبعوث الأممي لاحقا لإخراج ذلك في إطار السلام شامل. السؤال، هل ذلك أيضا يرضي اليمنيين؟ هل ذلك أيضا يرضي طرف الشرعية؟ وهذه هي أسئلة كثيرة جدا، ولكن يبدو من الواضح جدا أن السعودية لم تعد تثق أبدا في حكومة المعترف بها دوليا والحكومة الشرعية، وذلك بسبب الفساد المستشري الموجود فيه. بالفعل أنا أتفق مع الدكتور أن السعودية دعمها للجيش الوطني هو دعم مباشر للمرتبات، ودعم ليس هناك دعم فعلي لمعدات ثقيلة في يد الجيش الوطني يمكن من خلالها أن يحقق انتصارات على الأرض. وهذا يعود أيضا السؤال للسعودية، ما هي مقاربة السعودية في بداية هذه الحرب؟ ما هو قرارها تجاه ذلك؟ هل هي بالفعل أن السعودية من ذي سابق كانت على رغبة أن تحقق انتصارا أو حسما عسكريا؟ وهذا سؤال يعود للسعودية. في تصوري لا أعتقد أنه ذلك، وهذه من القرارات الخاطئة التي ارتكبتها السعودية في هذه المرحلة.
طيب أين هو موقف الحكومة الشرعية برأيك مما يحدث من هذه اللقاءات؟ وأيضا معروف أنه عن جماعة الحوثي أنها فقط تستخدم أي مفاوضات ربما لكسب مزيد من الوقت، فما الذي تهدف إليه من خلال هذا التفاهمات أو التواصل الحاصل الآن؟ أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية هي يعني حكومة المعترف بها دوليا شبه في حالة شلل، لا توجد أي تحركات من قبلهم، لا توجد أيضا وحدة صف في داخل صف الشرعية، هناك تجاذبات مختلفة داخل صف الشرعية، هناك أيضا معسكرات مختلفة في الصف الشرعية يجعل من موقفها ضعيف جدا، أن يكون لها على الأقل موقف ليس موقف سياسي وإنما تحرك سياسي يمكن أن يحرك الأمور. الحكومة اليمنية لا تتحرك، الحكومة اليمنية ميتة. السؤال اليوم من هي الحكومة اليمنية، من هي الحكومة الشرعية؟ عن أي طرف أنا نتكلم؟ هل نتكلم عن رئيس الوزراء؟ هل نتكلم عن الوفد المفاوض؟ هل نتكلم عن الأطراف السياسية المختلفة؟ هل نتكلم عن الوكالات المختلفة سواء للسعودية والإمارات؟ هل نتكلم عن سعيد؟ هل نتكلم عن شبوة؟ عن مأرب؟ عن الحديدة؟ ماذا نتكلم عن خطة الشرعية؟ خطة الشرعية اليوم لا أحد يعرف من هو خطة الشرعية. هذا النوع من التفكك في داخل هذا الصف يجعل موقفها ضعيف، يجعل عدم وجود أي موقف سياسي يتوجه نحو السلام. السعودية لها أشهر عدة تقوم بمفاوضات مع الحوثي لم تشرك فيها الحكومة الشرعية إطلاقا، وهذا قد يجيب على تساؤلات كثيرة، لماذا لم تقوم الحكومة الشرعية أو الحكومة المعترف بها دوليا في الفترة الماضية بأي تحرك سياسي، سياسي بالمعنى السياسي، بمعنى تحريك الأمور، بمعنى اتخاذ مواقف معينة، بمعنى الخوض في نقاشات، إحداث حتى إحداث أي تغيير على أرض الواقع. إحنا نرى يعني إذا أخذنا أحد الأمثلة البسيطة جدا، ما حدث في نهمة وما تناقلته وسائل الإعلام وتقدم الحوثيين في الفترة الماضية، إذا رأينا ذلك نرى أن هناك صف الشرعية لم يكن مستعد لهذا النوع من المعارك. خمس سنوات هذه المعركة متوقفة، لم يستطع الحوثي أو الحكومة الشرعية أن تقف في موقف قوي أمام ميليشيات، ولم تستطع أن تحرز أي تقدم. إذا رأينا أيضا ما هو مواقف المعسكرات المختلفة داخل صف الشرعية في المعركة التي تدار على الأرض، ترى أن بعض المعارك تشد معارك في طرف معين في الحديدة أو لنقول في نهم أو إلى آخره لإضعاف طرف محلي آخر في منطقة أخرى. على سبيل المثال إذا كان وجود أي تحركات نحو عدن كما شهدنا في الفترة الماضية، ترى أن هكذا هجوم على الحوثي يجعل من الشرعية أن تغير مساراتها حتى داخل، هي منشغلة بهذه التفاصيل. أيضا أشكرك. الصف الأخير والصف الأول للشرعية التي تتعامل معه السعودية بشكل مباشر لم يظهر أي تحرك جاد نحو إنهاء هذه الحرب، وما زال منغمر في الفساد المستشري في خطف الشرعية. أشكرك جزيلا أسامة الروحاني نائب المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات، كنت معنا من لندن. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج، في أمان الله.